السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ 82.5%. كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على المستوى الجمهوري لـ 82.5% بعد تسجيل 83,261 حالة تعافي من كورونا. وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشر لتعافي المريض من كورونا. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر في فيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 100,856 حالة، من ضمنهم 83,261 حالة تم شفاؤها و 5,627 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن 105 و15 33 5 ورقم الواتساب 015-531-0505. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.